الالكين مالتنا صح تصير بي تفاعلات اضافه وصح تصير بي تفاعلات اليميشن تفاعلات حذف، ولكن يصنف الالكين على انه دائما دائما تصير بي تفاعلات اضافه، دائما تصير بي تفاعلات اضافه. هو صح تصير بي تفاعلات حذف، ولكن الاكثر هي تفاعلات الاديشن ريكشن تفاعلات اضافه. طبعا تفاعلات الاضافه وين تصير؟ تصير بالجزء مالتنا اللي يحتوي على كربون، اللي يحتوي على الكربون مال الدبل بوند، كربون كربون دبل بوند. يعني شنو؟ يقول احنا فرضا هسه انا عندي هنا بعد سي، هنا بعد سي، انا لما اجي اضيف لمن اضيف؟ اضيف الى كربون كربون الاصل المزدوجه فقط، هذا اللي اضيف لهن انا. شوف واحد من الاكسجين هذا انا اضيفه، ان شاء الله راح ناخذه بصوره مفصله، والواي نجي نضيف لهذا الكربون. بس اذا ضفنا دائما شباب خذوه من هسه قاعده، اذا نريد نضيف نكسر عاصره، اذا نضيف نكسر عاصره، واذا نسحب لا نضيف عاصره. هسه احنا شو راح نسوي؟ راح نسوي اضافه، فاذا نسوي اضافه لازم نكسر عاصره، نكسر عاصره وحده انكسرت، فشوف صارت عندي عاصره وحده، العاصره سيجما اللي هي اللي انكسرت هي عاصره باي، فبقت العاصره سيجما. بينما هاي العاصره هسه لو سوينا لهذا التفاعل مالتنا، هذه الالكان، هذه الالكان سويت له تفاعلات اليميشن يعني تفاعلات حذف، ها اذا تفاعلات حذف لازم نضيف عاصره، فيعني لو حذفنا الاكس والواي صارت عندي هنا عاصره شاغره ومنها عاصره شاغره، راح نجي نحط عاصره هنا تصير مشتركه ما بين هاي الكربون والكربون. هيك ان شاء الله راح هسه ناخذ بصوره مفصله بهاي المحاضره مالتنا. راح ناخذ الكيميكال بروبرتيز، راح ناخذ التفاعلات مال الاضافه قلنا مال الالكين اللي تفاعلات الاضافه، راح ناخذ اول واحد اللي هو الهيدروجينيشن. شنو هيدروجينيشن؟ هيدروجينيشن هيدرو يعني هيدروجين يعني اضافه الهيدروجين، يعني اضافه اديشن اوف هيدروجين H2. راح نضيف هيدروجين لمن؟ الى الكربون كربون دبل بوند، الى كربون كامون دبل بوند. ايش راح ينتج عندي؟ يقول راح ينتج عندي مركب يكون ساتشوريتد، مركب يكون ينتج عندي مركب هو يكون مشبع، مو مهم. المهم الالكين ويل بي كامبان وذ هيدروجين ان ذا بريزنت تو كاتاليست، ها يقول التفاعل مالتنا مال اضافه الهيدروجين، تفاعلنا هذا مال الالكين لما يتفاعل مع الاتش 2 الهيدروجين يسمونه الهيدروجينيشن، لازم يتم بوجود الكاتاليست، كاتاليست يعني وجود عوامل مساعده. راح نستخدم اما العوامل المساعده اللي راح نستخدمها اما البلاتين او البي دي، ولكن عند درجه الحراره تكون من 25 الى 90 درجه. هل مطالبين بحفظهن؟ لا، غير مطالب بحفظهن. انت تفهم شلون يتم التفاعل، مو مهم انه تعرف يعني تحفظ المركب اللي راح يصير وايد، لا تعرف شلون راح يتم التفاعل. يقول البلاتينيوم البي تي والبلادينيوم اللي هو البي دي، هذني عوامل مساعده يسرع بالتفاعل او ينظم التفاعل، بس لازم تكون عندي التمبرتشر درجه الحراره قلت لك من 25 الى 90 درجه سيليزيا. هل ممكن استخدم عامل مساعد غير هذني؟ اي ممكن استخدم النيكل الان اي النيكل، ولكن النيكل لازم تكون درجة الحرارة مرتفعة. شوف نقدر نستخدم النيكل كعامل كاتاليست عامل مساعد، ولكن تكون عندي هاي تمبرتشر اوف 140 سيليز الى 200 سيليزي، يحتاج درجات حرارة مرتفعة من 140 الى 200 سيليزي. نجي هسه شلون راح يتم التفاعل؟ شوف شباب هنا دائما بالاضافة نتبع قاعدة اللي هي قاعدة ماركونيكوف، سواء اضافة هيدروجين اتش اكس اي شيء دائما نمشي على ماركونيكوف. شو يقول ماركونيكوف؟ يقول نضيف هيدروجين الى ذرة الكربون التي تحمل اتش اكثر. خلي اجيب بس اعطيك مقدمة حول ماركونيكوف شو يقول. هسه فرضا انا عندي هاي سي اتش 3، هنا سي اتش 3، هنا عندي سي اتش دبل بوند، هنا عندي سي اتش 2. شو تريد تضيف؟ تريد تضيف H2، اريد اضيف هيدروجين يسمونه عملية الهيدروجينيشن. ايش راح تسوي؟ راح تضيف قاعدة ماركونيكوف شو تقول؟
تقول نضيف هيدروجين الى ذره الكربون التي تحمل اتش اكثر. يعني هسه نضيف هيدروجين، بس بما انه احنا عندنا هنا هيدروجين 2 يعني اتش 2 براحتك. بس احنا المره راح نضيف، راح نضيف فقط الهيدن الكربون كربون، راح نضيف فقط الهيدن، ما راح نضيف الهاي. ليش ما نضيف الهاي؟ لا، احنا نضيف لكربون كربون دبل بوند، ما نضيف الى هاي الكربون على اعتبار هي تمتلك آسرة مفردة، وهي الآسرة المفردة بالإضافة يعني احنا نكسر آسرة، فبالتالي هاي الآسرة سيجما ما تنكسر. فاحنا راح نضيف هنا، شوف هاي الاتش وحدة تجي اللي هنا، وحدة من الاتش راح تجي اللي هنا، فبالتالي ايش راح يصير عندي؟ تنكسر هاي الآسرة. ايش راح يتكون عندي؟ مركب سي اتش 3، وبعد هنا اجت هذا اتش صار سي اتش 2 سي اتش 3، تكون عندي هاي التفاعلات مال الاضافه سي اتش 3. غير مثال اللي هو معطيكم اياه بالكتاب سي اتش 2، لما اجي سي اتش 2 دبل بوند سي اتش 2 اجي هذا اضيف له زائد اتش 2 يعني هيدروجينيشن اضافته هيدروجين. ايش راح ينتج عندي؟ طبعا بوجود عوامل مساعده قلت لك، يا اما النيكل وتكون درجه الحراره مثلا من 140 الى 200 سيليزي، او البلاتينيوم او البليديوم ودرجه الحراره تكون من 25 الى 90. ايش راح تسوي؟ هاي بما انه عندنا بس هنا عندنا اثيلين، ايش راح تسوي؟ تضيف اتش اللي هنا وتضيف اتش اللي هنا، وبالتالي ايش راح يصير عندك؟ راح تنكسر وحده من الاواصر وتظل اسره وحده، راح يصير عندك سي اتش 3 خلصت. هاي اول بدايه تفاعلات الاضافه اللي هي الهيدروجينيشن، اضافه الهيدروجين اول وحده بتفاعلات. تمام، خلصنا من هاي. شوف هسه نفس التفاعل، قلت لك نضيف اتش لهاي ذره الكربون، بينما هاي الهيدروجين راح نضيفه الى هاي ذره الكربون، فبالتالي تنكسر عندي هاي الاسره ويتكون عندي الكان، خلينا نجي ناخذ هذا التفاعل نفس الوضعيه، هم راح نضيف شنو؟ راح نضيف هيدروجينيشن يعني اضافه الهيدروجين. تمام، شوف شباب هسه هذا المركب مال هذا، لما تجي انت تكسر هاي الآسرة، انت لما شباب من تكسر آسرة ايش راح يصير عندك؟ راح تصير عندك هنا آسرة فارغة وهنا آسرة هم فارغة، بالنسبة هنا عندي كربون وهنا كربون، فلما نكسر آسرة راح تصير عندي آسرة فارغة هنا بالكربون وهنا آسرة فارغة. فايش راح تسوي؟ وحدة من الاتش راح تجي اللي هنا ووحدة من الاتش راح تجي اللي هنا تحل محلها، فبالتالي شوف ارتبطت وحده من الاتش هنا ووحده ارتبطت ايضا هنا، وهاي اللي راح يصير عندي مركب يسمونه سيس. ليش سيس؟ لان هاي خليناها احنا سابقا بالمحاظرات الاولى اللي هي ظاهره الايزوميرزم، اللي هي يسمونها الحاله الجيومتريك ايزوميرزم، يسمونها الستيريو كيميكال يعني ظاهره التوزيع الفراغي اللي تكون بين المركبات سيس او ترانس، واخذناها بالمحاضره الفاتت. يعني ما دام تكون الاتش والاتش اثنينات فوق يعني مثلا اثنينات بنفس الجهه، فهذا احنا نطلق عليه مصطلح سيس واخذناه سابق بوجود عوامل مساعده مثل هذني. قلت لك انت ما مطالب بحفظ العوامل المساعده، بس مطالب بالميكانيزم مال التفاعل شلون تتم، هاي الحاله انت مطالب بها. خلينا نجي اضافه الهالوجينيشن، يعني شنو اضافه هالوجين؟ هالوجينيشن يعني إضافة هالوجين، يعني إضافة إكس 2 إضافة هالوجين. الإكس يا شباب الهالوجينات مالتنا هي أما تكون بي آر، أما تكون كلور، أما تكون أيودين اللي هي اليود. بس إحنا أكثر شيء راح نستخدمه البروم وراح نستخدم الكلور، بينما اليود ما راح نستخدمه بهاي التفاعلات مالتنا. ليش؟ لأن الأيودين يكون ويل نوت تريكت وذ ذا الكينز. ليش ما يتفاعل ويا الالكينات؟ لان الفاعليه مالته تكون قليله، بالمقارنه مع الكلور او البروم. البروم والكلور تكون التفاعليه مالتهم عاليه يعني يتفاعلون مع الالكين. يستغل ولا يستغل؟ يلا شباب هسه قلت لك الايودين ما راح نستخدمه بهاي التفاعلات مالتنا. ليش؟ على اعتبار انه غير متفاعل، لان هذا الايودين يحتاج في ظروف معينه، هو يحتاج الى عامل مؤكسد، يحتاج حتى يتفاعل مع الالكين يحتاج عامل مؤكسد مثل الحامض الايودايك اللي هو الاتش اي او 3،
هاي طبعا احنا ما اخذينها بالطب العام، انتم ما تاخذون هاي التفاعلات، انتم يعني زين تفاعلاتكم يعني سهلة. انيرت سولفنت، شنو انيرت سولفنت؟ يعني فد مذيب خامل من يتفاعل الالكين مع الهالوجينيشن مع الهالوجين، راح نستخدم مذيب خامل. هاي المذيبات الخاملة مثل ما مذيبات الخاملة يقول عندنا هاي الهالوجينات مالتنا، الهالوجينات مالتنا usually dissolved غالبا تذوب. وين تذوب؟ في المذيبات الخاملة، في المذيبات الخاملة. هاي الهالوجينات مالتنا تذوب بالمذيبات الخاملة مثل من دايكلورايد ميثان اللي هو CH2Cl2، هذا مذيب خامل نستخدمه بالتفاعل، او تتراكلورايد ميثان اللي هو ClCl4 واللي هو اكثر شيء نستخدمه بتفاعلاتنا مال الالكين من يتفاعل مع الهالوجين. خلينا نجي نشوف التفاعل شلون راح يتم. باعوا يعني انت ايش راح تضيف؟ راح اضيف هالوجين X2، فوحده من الاكس راح تجي لهنا. وقلت لك انا اذا نضيف راح نكسر عصره، وهنا أنا راح هاي الاكس نضيفه لهاي الذره، فبالتالي تنكسر هاي الذره ويتكون عندك الكان، هذا المركب يتكون عندك. يقول لك هاي الاكس الهالوجينات هنا، يا هنا الهالوجينات قلت لك مثل البروم والكلور واليود ما راح نستخدمه على اعتبار يحتاج الى عامل مؤكسد مثل حامض الايودايد. طبعا يتم التفاعل، هاي قلت لك الهالوجينات تكون تذوب ديسولف تذوب بالمذيبات الخامله مثل من ClCl4 واللي قلت لك هو اكثر واحد راح نستخدمه، والCH2Cl2 هذا ايضا مذيب خامل نستخدمه ببعض التفاعلات. هسه راح ناخذ الميكانيزم مال التفاعل. باعوا وياي عندنا هذا التفاعل مالتنا، اكزامبل على التفاعل. احنا ايش راح نضيف؟ راح نضيف هالوجين. شلون نجي نضيف الهالوجين؟ واحد من الهيدرو البروم يجي اللي هنا، وواحد من البروم راح يجي لهاي ذره الكربون. فايش راح يصير عندي؟ راح تنكسر هاي العاصره، راح تنكسر هاي العاصره، فشوف صار عندي هذا المركب مالك، هذا المركب مالك. طبعا راح نستخدم مذيب خامل مثل ما قلت لك ClCl4 تترا كلورايد. المهم هذا المذيب الخامل مالت. طبعا يقول هنا هذا البروم مالتني يتخذ لون ريد او براون، اللون الاحمر او البني يمكن. طبعا هو هذا الكلور الى هاي الالوان الريد والبراون كلر الى الوان، ولكن لما يذوب عندنا في هذا المذيب الخامل برومايد سوليوشن ايش راح يصير بي؟ راح يصير المحلول مالتنا كلرلس، يعني شنو؟ عديم اللون. يعني هو صح عنده لون احمر او بني، فلما نذوبه بهذا المذيب الخامل ويتكون عندي هذا المحلول مالتنا راح يكون هذا عديم اللون، كلرلس عديم اللون هيك. طيب هل يجينا بالامتحان هذا السؤال؟ يعني مثلا هيك ممكن ان يجيك، يعني يقول لك من الايثان صنع لي 1-2 داي برومو ايثان. هاي الصيغه يعني احنا بالنسبه لنا ترد عندنا هاي الصيغه. انت ايش راح تقول؟ ما دام عندي انا ايثان، يعني هو قالك من الاثين اللي هو الكين صنع لي الكان، فانت لازم هسه انت شنو اجى ببالك؟ هو معناها كسر عاصره، لان هو الكين تحول الى الكان معناها كسر عاصره، فاذا هو لازم يضيف. بس شنو يضيف؟ عندنا بروم، اذا هو ضايف بروم، اذا ضايف هو هالوجين، وما دام عندي 2 من البروم فاذا هو ضايف بي ار 2. هيك انت تقدر تستنتج. وضحت يا شباب؟ هيك انت تقدر تستنتج. هاي عندي هاي الاصره، قلت لك اذا كسرت هاي الاصره ايش راح يصير عندك؟ راح تصير عندك هنا اصره شاغره، وهنا ايضا اصره شاغره، في واحد من البروم يجي يرتبط هنا، وواحد من البروم يرتبط هنا، فتكون عندي هذا المركب مالتنا السايكلوهكسان، مركب الكان. تمام، بوجود المذيب هذا الخامل الموجود عندنا ClCl4 ايضا عندي هسه هذا المركب مالتنا. انا الشباب ايش اتفقنا؟ قلنا اذا نريد نضيف لمن نضيف؟ قلنا نضيف فقط الى كربون كربون دبل بوند، فقط نضيف الى ذني، ما نضيف الى هذا، هذا ما لنا علاقه به، نضيف فقط الى كربون كربون دبل بوند. ايش راح نضيف؟ Cl2، وحدة من السي ال تجي لهنا، او وحدة من السي ال تجي لهنا، انتهى التفاعل. هذا التفاعل CH3CHCl CH2Cl، انتهى التفاعل. خلينا نشوف، راح ناخذ اضافة ال HX، راح ناخذ اضافة ال HX. شباب قبل لا ادخل بهذا السلايد لازم اجي اشرح لك قاعدة ماركونيكوف. شنو قاعدة ماركونيكوف؟
شوف شباب هسه فرضا عندي هذا المركب مال CH3 CH CH2، وهنا أنا عندي آصرة مزدوجة. شو راح نضيف احنا؟ راح نضيف HX. شباب انا من اقول لك HX يعني هيدروجين وبصفه X. الاكس قد يكون بروم اللي هو هالوجين، قد يكون HCl والى اخره من هاي المركبات. ال HX هو هاي المركبات مالتنا مثل ما قلت لك. فهسه فرضا نجي لهنا، خلينا نجي ناخذ هذا باع وياي، راح نضيف حسب قاعدة ماركونيكوف. هسه التفاعل راح اكتب لك اياها لي جوا، راح نتبع قاعدة ماركونيكوف بالاضافة. شو يقول قاعدة ماركونيكوف؟ يقول احنا اول بداية احنا متفقين اتفاق، قلنا اذا نريد نضيف نضيف فقط الى هذا كاربون كاربون دبل بوند، الى هذا راح نضيف. قاعدة ماركونيكوف شو تقول؟ تقول نضيف الهيدروجين الى ذرة الكربون مال الدبل بوند التي تحمل هيدروجين اكثر. شوف هاي كربون تحمل هيدروجين اكثر على اعتبار H2 هنا أنا بس H وحده، فاذا هذا يحمل اكثر، فبالتالي الهيدروجين نضيفه الى ذرة الكربون مال الاصره المزدوجه التي تحمل H اكثر. بينما الاكس لا، نضيفه الى ذرة الكربون الثانيه، نضيفه اللي هنا. فايش راح يصير عند المركب مالتي؟ راح يصير عندي CH3، وقلت لك ما دام ضفنا راح تنكسر عندي هاي الاصره، تنكسر واحدة من الاواصر تنكسر CH. شو ارتبط بيها؟ ارتبط بيها الاكس، قد يكون بروم قد يكون Cl والى اخره. هنا CH هو CH2 وجت هاي الاتش، فصار CH3، تكون عندي الكان. وضحت؟ اعطينا مثال، احنا نريد مثال اوضح من هذا. تعال وياي، فرضا عندك هذا، فرضا جاب لك بالامتحان CH2، شو راح نضيف؟ راح نضيف HX، راح نضيف HX. شفت مو قلت راح نتبع قاعدة ماركونيكوف؟ اي طبعا نتبع قاعدة ماركونيكوف. يقول نضيف الهيدروجين الى ذرة الكربون التي تحمل H اكثر. هاي بيها اثنين وهاي بيها اثنين، زين يا الاضيفة الى بكيفك، هنا بكيفك، لان اثنيناتي متساويات. فاذا بكيفك تريد تضيف الهيدروجين اللي هنا او تريد تضيفه اللي هنا، انا راح اضيف الهاي ذرة الهيدروجين على اعتبار يصير الترتيب ارتب. راح اجيب هاي ذرة الهيدروجين اضيفه اللي هنا، وهنا الاكس راح اضيفه لهذا المركب مالتنا. فايش راح يصير؟ راح تنكسر عندي هاي الاصره، تنكسر هاي الاصره، فيتكون عندي مركب CH3 CH2 بعد اكس. قلت لك هذا الاكس قد يكون بروم مثلا CH3 CH2 مثلا بي ار والى او سي ال والى اخره. خلينا نجي نرجع في المحاضره مالك. حلو، يقول اضافه الاتش اكس اللي هو يسمونه مرات يسمونه هايدرو يعني اتش، هالو يعني اكس، هالوجينيشن، فيسمونها اضافه الهيدروجينيشن يعني اضافه الاتش اكس. انا مرات بعدين راح استخدم لك مصطلح زائد اتش اكس ومصطلح سالب اتش اكس. فلما اقول لك موجب، فلما اقول لك موجب اتش اكس معناه انا راح اضيف اتش اكس، لما اقول لك سالب اتش اكس معناه انا راح اسحب، راح اسوي تفاعلات اليمينشن، تفاعلات ازاله او حذف. وضحت؟ خلينا نجي. يقول عندنا there are two ways، عندنا طريقتين لإضافة ال HX إلى كربون كربون دبل بوند. شنو هاي الطريقتين؟ عندنا طريقتين اللي هي لما يكون عندي الألكين مالتي يكون asymmetrical يعني متماثل، أو يكون asymmetrical يكون غير متماثل. طبعا هاي أنا ما متفق ويا الدكتور بهاي الوضعية صراحة، يعني ما متفق ويا. ليش؟ لأن احنا هنا أول وتالي راح نتبع قاعدة ماركونيكوف سواء متماثل او غير متماثل. شوف هاي الهيدروجين راح اجي اضيفه الى هاي ذره الكربون، لان قلت لك هذا يحتوي على H2 وهاي H2، يعني ماركونيكوف يقول نضيف الى ذره الكربون التي تحمل H اكثر، بس هذول اثنيناتهم عندهم نفس الهيدروجين، هذا اثنين وهذا اثنين، فبكيفك هنا نضيف هنا والبي ار اجي اضيفه اللي هنا، فصار عندي CH3 CH2 وهنا ارتبطت البي ار.
تقول بوجود عوامل مساعده مثل الايثر والدرجه الحراره تكون عندك 25 سيليزي. يقول addition reaction of HBr اللي هو يكون HX H مرتبط ببروم اللي هو الاكس اكس. المن راح اضيفه الى الاسيمتريكال الكينز الى الكين متماثل. يقول بواسطه الكتروفيليك. شباب كم يعني ملاحظه لكم، كلمه فيليك يعني باحث او محب، الكترون يعني الباحث عن الالكترون او المحب للالكترون. انت طبعا هاي الميكانيزم مال التفاعل اذا تيجي افوت لك بتفاصيله تفاصيله جدا متعبه. هاي الاثر اليمنت يكسر يصير عندنا جزء موجب وجزء سالب وبعدين يرتبط البي ار. هو اعتقد هسه موضح لكم اياها بالمحاضره يعني مطيكم عليها فد نظره عامه. الكون عندنا مركب يسمونه كاربوكشن. شوف شباب خلينا نجي لهنا هسه انت تريد تضيف شني اتش بي ار، راح تضيف اتش بي ار. المن راح تضيف؟ راح تضيف فقط الهذني، فقط الهذني راح تضيف انت فقط الهذني، لان كاربون كاربون دبل بوند. المن راح نضيف الهيدروجين الى ذره الكربون التي تحمل اتش اكثر. شو هاي بيها اتش وحده وهاي اتش وحده؟ ها هنا بكيفك، هنا بكيفك تجيب الهيدروجين تضيفه هنا وتجيب البي ار تضيفه هنا براحتك. فصار سي اتش 3 اللي هي هاي نزلت، والسي اتش 2 اللي هي كانت سي اتش بس اخذت اتش فصار سي اتش 2. وهاي السي اتش، هاي السي اتش مالتنا نزلت سي اتش بس شنو ارتبط بيها؟ ارتبط بيها البروم. وهاي السي اتش مالتنا نزلت بالاخير هذا كل بساطه. خلينا نجي لهذا التفاعل مالتنا، خلينا نجي لهذا التفاعل مالتنا. شوف هذا التفاعل، خلينا اجي وانا شويه معقد عليك التفاعل، خلينا اجي امثل لك اياه بصوره ابسط. هذا المركب مالتنا هو بروبين اللي هو 1 2 وهاي 3 بروبين 3 بروبين. وهذا عندنا هنا متصل فرع، هذا فرع سبستيوشن يعني هنا فرع متصل عندي. فهنا انا عندي سي اتش 3 اللي هي هاي سي اتش 3، هنا ذرة كربون، وهنا أنا مرتبط بسي اتش، هنا أنا آسرة مزدوجة، وهنا أنا سي اتش 2، وهنا أنا متصل عندي أنا شنو فرع اللي هو سي اتش 3 مجموعة الكيل جروب. ايش راح نضيف؟ ايش راح نضيف؟ زائد اتش اكس، راح نضيف اتش اكس. ها شلون راح نضيف الاتش اكس؟ ها قلنا نضيف الاتش الى ذره الكربون التي تحمل اتش اكثر. اول شغله لازم تخلي ببالك انت راح تضيف فقط الهذني، فقط لهذا كربون كربون دبل بوند. تجيب الاكس تضيف الاتش العفو تضيفه هنا أنا. ليش؟ لان هاي تحمل اكثر عدد من الهيدروجين. نضيف الى ذره الكربون التي تحمل اتش اكثر، فشوف الهيدروجين راح اضيفه اللي هنا أنا. فصار عندي شني سي اتش 3، وهاي سي اتش 3 نزلت اللي هي هاي نزلت، والفرع بقى على حاله. اما هاي الاكس واللي هو هو انا طبعا مطيك مثال السي ال، السي ال راح تيجي ترتبط هنا، بس لا تنسى راح تنكسر عندك هاي الاثره. شوف هذا الكلور ارتبط هنا وانكسرت الاثره المزدوجه. طيب طيب ليش هذا المركب مالتنا ما راح يتشكل؟ ليش المركب مالتنا الصحيح هو هذا؟ ليش مو هذا؟ ها مو هو سوى ما ضاف الاتش الى هاي ذره الكربون. شوف الاتش وين ضافها؟ في الاتش وين ضافه؟ ضافه الى ذره الكربون هاي، الى ذره الكربون هاي ضاف الاتش اله. فبالتالي اكيد هذا خطا، لان هاي ما تتبع قاعده ماركونيكوف بالاضافه، ما تتبع قاعده ماركونيكوف بالاضافه. خلينا نجي لهنا، اجي انا اسئله. هسه المركب مالتنا يقول لما نجي نضيف الاتش اكس الى الكين بس يكون غير متماثل، غير متماثل ان اسيمتريكال. يقول هنا عندنا طريقتين محتملات، يعني راح ينتج عندي مركبات اثنين محتمله عند اضافته. وين؟ هيدروجين هاليد، هيدروجين هاليد يعني اتش هاليد ار اكس يتفاعل with an asymmetrical alkenes because هيدروجين هاليد مولكيول كان ادد تو ذا كربون بطريقتين مختلفه. ها حلو، باعوا يا شباب. هسه هاي الطريقه فاشله، هاي الطريقه انا ابرهن لك انه هاي فاشله. ليش؟ لان احنا ايش قلنا؟ احنا اتفقنا اتفاق، احنا اتفقنا اتفاق، قلنا اذا اريد هسه هذا عندي هذا اتش اكس، اتش مرتبطه بيود بوجود عامل مساعد مثل الحامض الايودايك والى اخره. ايش راح نسوي؟ احنا راح نضيف فقط الى كربون كربون دبل بوند، راح نضيف فقط الى هذا الكربون. ايش راح اسوي؟ شوف هاي السي تحتوي على اتش وحده، بس انما هاي السي تحتوي على هيدروجين اثنين، هذا واحد وهذا اثنين.
فبالتالي الهيدروجين هذا وين اجي اضيفه؟ اضيفه اللي هنا. بينما اليود اجي اضيف هاي الذره مال الكربون، فبالتالي هذا المركب مالته الصحيح، هذا المركب مالته الصحيح اللي هو ضايف الاتش الى هاي ذره الكربون واليود اللي هنا. هذا خطا، ما يصير اليود تضيف اللي هنا. يعني ماركو نيكوف شو يقول؟ لما نضيف اتش اكس نضيف، وهو حتى كاتب لك ميجر برودكت، يعني هذا المركب مالتك الاصلي او الرئيسي اللي هو هذا، فعلا هو راح يتشكل. هذا ما راح يتشكل عندك انت، هذا ما راح يتشكل، لان انا ما اتبعت قاعده ماركو نيكوف بالاضافه. خلينا نجي هاي قاعده ماركو نيكوف. شنو اتفقنا احنا بقاعده ماركو نيكوف؟ قلنا ماركو نيكوف اوبزيرت ان ذا، يقول لاحظ العالم ماركو نيكوف في القرن التاسع عشر، يقول عندما نضيف الاتش اكس ايش راح نسوي؟ راح نضيف الهيدروجين المين الى ذره الكربون مال الدبل بوند اللي تحتوي على موست هيدروجين، اللي تحتوي على هيدروجين اكثر. يعني شنو هسه هاي؟ هذا ماركو نيكوف شو يقول؟ يقول لما نريد نضيف الى كربون، كربون دبل بوند، الاتش راح نضيفه الى ذره الكربون اللي تكون عندها موست اتش، يعني اكثر اتش. شوف هاي تحتوي على اكثر، هاي وحده، هاي عندها اثنين، فاذا هيدروجين راح اجي اضيفه هنا، فشوف صار عندي سي اتش 3. بينما الجزء الثاني، بينما الاكس راح نجي نضيفه الى الذره الاخرى، الذره الاخرى اللي تكون مرات مرتبط بها موست الكايل سبستيوشن، مرتبط بها مرات تفرعات او مرات ما مرتبط بها تفرعات، ما عندنا اشكال. هاي البي ار راح تجي ترتبط هنا، فصارت عندي هاي، شوف البي ار ارتبطت هنا، هذا المركب مالتنا الرئيسي. هنا انا هم راجع عايد لك اياها، كاتب لك لما احنا نجي نضيف الاتش اكس حسب قاعده ماركو نيكوف الى الالكين اللي يكون ان اسيمتريكال غير متماثل، ايش راح نسوي؟ راح نضيف الهيدروجين، المن الهيدروجين راح نضيفه الى ذره الكربون مال الدبل بوند اللي تحتوي على لارج نمبر، على عدد كبير من الهيدروجين اتومز، من عدد ذرات الهيدروجين. قاعده جدا سهله وبسيطه. الميكانيزم مال الاضافه مال قاعده ماركو نيكوف. شوف شباب هسه عندي انا هنا، اريدك انت شنو اهم شغله يكون انت لازم تعرفها؟ انه دائما انت امشي على الشيء البسيط، لا تعقد الشغله على نفسك، لا تعقد الشغله على نفسك، دائما اخذ الشيء ببساطته. هسه انت هاي عندنا راح نضيف اتش بي ار، يعني راح نضيف اتش اكس. ماركو نيكوف شو يقول؟ يقول نضيف الاتش الى ذره الكربون التي تحمل اتش اكثر، ونضيف البروم الى الذره الثانيه. انتهى التفاعل، هذا انتهى التفاعل، صار عندي سي اتش 3 سي اتش، وارتبط هنا عندي بي ار، وهنا سي اتش 3، انتهى التفاعل. طالبنا هسه تدرون بمن يدوخ؟ يدوخ يقول شنو هذا؟ ليس ستيبل، ليش هذا غير مستقر اللي يكون برايمري كاربوكشن؟ انا ما اريد افوت لك بهاي التفاصيل مال الكاربوكشن، المركبات اللي هذا شلون يتكون عندي، خلي اعرض لك صور بالملف. هذا الملف شوف، هاي العمليه مال تكوين الكاربوكشن، هاي العمليه طبعا انت ما تاخذونها، شوف هاي احنا ناخذها، شوف دي هايدريشن الكحول، احنا جاي ناخذها هنا تفاعلات. فشوف عندنا هذا الكحول لما اجي افاعله مع حامض H2SO4 المركز اللي يكون قوي، راح يصير عندي تفاعلات انيميشن، راح تنسحب عندي هنا ذره هيدروجين، راح تنسحب عندي ذره هيدروجين، فهذا المركب مالته راح تظهر عليه شحنه موجبه، يعني يفقد اثره هنا كله يفقدها، فبالتالي شو يسمون هذا المركب؟ كاربوكشن. هذا الكاربوكشن راح ايش بيه؟ راح هاي هنا ما دام عندي اثره شاغره راح تصير عندي اثره دبل بوند. هي هاي العمليه مال تكوين الكاربوكشن، انا ما افوت لك بتفاصيلها. فانت تحفظ بكل بساطه انه هاي الاتش اضيفه لنا وهاي البي ار اضيفه لنا، راح يتكون عندك هذا المركب، هذا المركب راح يتكون عندك هذا المركب. شوف هذا هنا جاي يقول لك هو مو هنا عنده هاي اثره موجبه، يعني اثره شاغره، فهنا راح يجي هذا الاتش البي ار يرتبط هنا، فهذا يسمونه كاربوكشن، هاي المركب بعدنا يسمونه، ويكون سكندري على اعتبار انه بذره الكربون الثانويه ارتبط عندي البرو. خلينا نجي ناخذ الاضافه مال السلفريك اسيد، حامض السلفريك. حامض السلفريك اسيد هو شنو هو السلفريك اسيد؟ شنو هو السلفريك اسيد؟ هو حامض ال H2SO4، هذا حامض ال H2S
CO4 حامض الاس 2 اس 4. بس مرات احنا بالاضافه ما نكتبها بهاي الصوره، مرات يكتبونها بهاي الصوره، يكتبونه اتش اس او 4 اتش، على اعتبار انه يصير اسهل عليك بالميكانيزم انه الاتش تروح الى ذره الكربون والاس او 4 اتش يرتبط بالذره الثانيه. فشوف عندي هذا عندي الكين، راح اضيف له الاتش 2 اس او 4. شوف هاي اتش اس او 4، هاي ثلاثة اكسجين اس او 4 وهاي الاتش، قلت لك كما مثل ما موضحت لك هاي الاتش هذا اس او 4 وهاي الاتش، هيك يكتبونه مرات بالتفاعلات. هاي الاتش المن راح نضيفه الى ذره الكربون هاي، زين اضيفه لهاي يعاد بكيفك، لان هنا مساويات، هنا قاعده ماركونيكوف ما تشتغل عندنا. ليش؟ لان هذه المساويات، بينما هذا المركب مالتنا هذا كله وين راح اضيفه؟ اضيفه الى هاي ذره الكربون الثانيه، ضفته اليه اللي هو هذا اس او 4. هاي الاو هاي منها او هاي 2 فصار اس او 4 وهاي الاتش ارتبطت. فانت لا تدوخ نفسك، او تريد تكتبه بهاي الصيغه تقول كم كربون عندي؟ كربونين، هذا واحد وهذا واحد. كم اتش؟ هاي ثلاثة وهاي اثنين، اذا خمسة اتش خمسة. واحنا ايش قلنا؟ راح يرتبط عندنا هذا البقعة، هذا البقعة عندنا اس او 4 اتش، تنزله اس او 4 اتش، هذا اتش اس او 4 خلص اتفقنا. بس يقول هذا لازم حامض السلفرك اسيد يكون التركيز ماله بارد، يعني بارد شلون بارد؟ ليش؟ لان انت درجات الحراره اللي راح تستخدمها بهذا الميكانيزم مال التفاعل تكون من 0 الى 15 درجه سيليزيه وهكذا. ويقول لي احنا راح نتبع قاعده ماركونيكوف بالاضافه والى اخره. ميكانيزم جدا بسيطه ما بيها اي شيء، انت ما مطالب تحفظ بهذا الاسم، ما مطالب تحفظه، انت المطالب تحفظ ميكانيزم شلون تتم، شلون تتم الاضافه. خلينا نجي الى اضافه الهايدريشن. الهايدريشن يعني شنو؟ اضافة الماء، اضافة ماء. خلينا نجي ناخذ اوضح لكم على الورقة البيضاء. شوف شباب، عندنا هنا فرضا CH2، العفو CH3، هنا CH CH هنا انا سي اتش، هاي سي اتش، وهنا انا دبل بوند، وهنا انا سي اتش 2 سي اتش 2. ايش راح نضيف؟ راح نضيف ماء، الماء هو اتش 2 او بس احنا نكتبه بهاي الصيغه اتش او اتش، بهاي الصيغه هو نفسه اتش 2 او بس احنا دائما بتفاعلات الاضافه نضيفه نكتبه بهاي الصوره. فايش راح نسوي؟ نتبع قاعده ماركونيكوف بالاضافه. شوف هاي احنا راح نضيف فقط الهذني، ليش؟ لان كربون كربون دبل بوند، هاي الاتش راح اضيفه الى ذره الكربون التي تحمل اتش اكثر، بينما الاو اتش راح اضيفه المن الى هاي الذره مال الكربون. هاي الاو اتش راح اجي اضيفه الى هاي ذره الكربون. فايش راح يتكون عندي؟ راح يتكون عندي سي اتش 3 اللي هي هاي نزلت سي اتش 3 سي اتش، وهنا أنا ارتبطت عندي الاو اتش سي اتش 3. شنو تكون عندي؟ شنو تكون عندي؟ تكون عندي كحول يحتوي على مجموعة او اتش. هو هذا كم كربون بي؟ 1 2 3، اذا هو بروبان. طبعا تذكر الموقع مال الاو اتش لازم، على اعتبار هي المجموعة الوظيفية بالنسبة للكحول، فلازم تذكر موقعها مثل ما انت تذكر موقع الآسرة المزدوجة بالتسمية. هنا أنا لازم تذكر تسمية الكحول الموقع مالتها على اعتبار المجموعة الوظيفية بالكحول هي الاو اتش. فشوف ذكرت الموقع هي على ذرة كربون 2 2 والمركب مالتنا بروبان بروبان، ونضيف المقطع اول على اعتبار كحول بروبانول، يصير اسمه بروبانول. يعني هسه احنا شنو استنتجنا؟ اذا عندي الكين، اذا عندي الكين الكين، طبعا احنا من نضيف نكسر آسرة هم لا تنسون، لما عندي الكين واجي اضيف له اتش او اتش اضيف له ماء، ايش راح يتكون عندي؟ راح يتكون عندي ار او اتش. هاي الصيغه ار او اتش هي صيغه الكحول، هي صيغه الكحول. اعطينا مثال اخر، مثال اخر سي اتش 2 دبل بوند
CH2. ايش راح نضيف له؟ راح اضيف له HOH. نفس الوضعيه هنا انا براحتك، هنا انا براحتك ايش راح اسوي؟ اضيف H الى هاي ذره الكربون، بينما ال OH تجي تضيفه الى هاي ذره الكربون على اعتبار تحتمل تحتوي على هيدروجين متساوي، فما راح نتبع قاعده ماركونيكوف. ايش راح يكون عندي؟ هذا المركب راح يكون عندي CH3 CH2. وش ناش راح يصير عندي؟ OH. او تي تحط ال OH فوق بدل ما تحطينا، عادي ماكو اي اشكال. هذا يحتوي على كربون اثنين، فاذا هو شني؟ هو ايثان. ايثانول. صار اسمه ايثانول، وتحط واحد على اعتبار موقع واحد اخذ هنا، نشوف ذرة كربون واحد هاي اثنين، تبدا الترقيم منها على اعتبار من الجهه الاقرب للاو اتش. هاي ان شاء الله اذا اخذتوا الكحول راح تاخذون ان شاء الله التسميه مال الكحولات. هذا التفاعل بكل بساطه. طبعا هم نسيت شغله، انه التفاعل مالتنا يتم بوسط حامضي بوجود عوامل مساعده اللي هو الاتش 2 اس او 4، عامل مساعد كاتاليست اتش 2 اس او 4 بالاضافه الى وجود الهيتنج الحراره. شوف هنا حاط لك اتش، يعني يقول لك الوسط مالك حامضي اتش 2 اس او 4 حامضي السلفريك اسيد نستخدمه. فهنا ايش راح نسوي؟ هذا راح نضيف ماء. راح هو مو احنا قلنا هاي الصيغه مالتي اتش او اتش؟ ايش راح نسوي؟ راح نضيف هاي الاتش الى هاي ذره الكربون التي تحمل اتش اكثر، بينما الاو اتش اجي اضيف الى هاي ذره الكربون يتكون عندي هذا المركب. شوف هو كاتب لك اياها يعني بصوره، يعني شوف هذا واحد، هذا اثنين، هذا ثلاثة. فهذني على اعتبار معوضات ارتبطن بهاي ذرة الكربون. هي فصار اسم المركب مالتنا، اسم المركب مالتنا صار اثنين مثيل على اعتبار بذرة كربون رقم اثنين عندك مجموعة مثيل، وعندك او اتش فتقول بروبان، وتذكر موقع الاو اتش وين؟ بموقع اثنين بذرة كربون رقم اثنين، وتحط المقطع اول، او تريد تكتبه قبل اثنين بروبانول، ماكو اي فرق، بروبانول. تكتبه بهاي الصورة ما عندنا اي فرق، تكتب اثنين مثيل اثنين بروبانول عادي. طبعا البث راح يوقف بعد 1 مينت، 1 مينت يوقف البث. راح نجي هسه ناخذ عملية التفاعل مال الاوزون مع الالكين، راح نجي ناخذ الاوزون مع الالكين، يسمونه اوزون لايس. يعني شنو؟ كلمة اوزون يعني او 3. لاي هاي مصطلح يعني شلون نقدر نقول بريك، يعني شلون تحلل الاوزون، يسمونه تحلل الاوزون. هذا الاوزون مالتنا يا شباب هو عامل مؤكسد جدا جدا قوي، فبالتالي هذا الاوزون لما اجي اضيفه، لما اجي اضيفه للالكين مالتنا ايش راح يسوي؟ هو مو عندنا اصرتين احنا مزدوجات، راح يفلش هذن الاواصر اثنيناتهم يفلش اصره واي ويفلش اصره سيجما. ليش؟ لان هو عامل مؤكسد جدا قوي، يكون هو عامل مؤكسد جدا قوي هذا الاوزون مالتنا، فراح يتكون عندنا مركب ماده يسمونه اوزادايز، اللي هو يكون عندنا هذا المركب. ما يفوتك بتفاصيل اكثر، اللي هو احنا راح ناخذه بشكل مبسط هسه راح ناخذ، بالاضافه الى وجود الزنك او الووتر على مود يتحول عندي الى هذا المركب مالتنا، اللي يتكون عندنا اصلا هي مجاميع كربونيل. راح تتكون عندنا مجاميع كربونيل. شنو مجاميع الكربونيل شباب؟ مجاميع الكربونيل هي يا اما تكون الديهايد اللي هو بهذه الصيغه نكتبها احنا اتش، وهنا أنا عندي مرتبطه ار، او يتكون عندي كيتون اللي هو هذه الصيغه مالته سي، هاي مجموعه الكربونيل سي دبل بوند او، منها مرتبطه عندي ار، وايضا منها مرتبطه عندي ار اخرى ار داش ار بعد ثاني، يعني راح يتشكل عندي اما الديهايد او يتكون عندي كيتون. وهذا التفاعل مالتنا ايش راح نسميه؟ نسميه اوزون لايس، يسمونه التفاعل هذا. تمام، هاي تحفظون المصطلحات. يعني خلينا نجي ناخذ الميكانيزم مال التفاعل، شلون يتم الميكانيزم مال التفاعل. باعوا يا شباب، شوف شباب، هذا الاوزون فرضا انا عندي هنا مركب مالتنا سي دبل بوند
سي وهنا أنا مرتبط اتش وهنا أنا مرتبط اتش اللي هو اعتبار سي اتش 2 هنا أنا مرتبط اتش هنا أنا مرتبط ايضا اتش. لما اجي اضيف انا الاوزون لما اجي اضيف انا الاوزون ايش راح يصير عندي؟ هذا الاوزون قلت لك هو عامل مؤكسد جدا قوي، فبالتالي ايش راح يسوي؟ راح يفلش هذن الاواصر اثنيناتهم. ايش راح يصير عندك انت؟ راح ينتج عندك مركبات الكربونيل اللي هي تكون اما الديهايد او كيتون، اللي هو راح يصير عندك سي هو بي اتش 2، فاذا سي اتش 2 ووحده من الاو راح تجي لهنا. هنا الاواصر اثنين تتفلشن، بعد صار عندي زائد راح ينتج عندي مركبات جديده، وايضا هنا سي اتش 2 العفو سي اتش 2 سي اتش 2 او، وهنا ايضا سي اتش 2 او، بينما وحده من الاو راحت بعمليه الاكسده، فتكون عندي هنا هذا المركب مالتنا. اذا تريد امثل لك اياه بالصوره يعني الهيكليه مالته بهاي الصوره، سي دبل بوند او اللي هو هاي السي والاو دبل بوند، وهنا عندي اتش من هنا اتش ومن هنا اتش، هذا هو الديهايد، هذا هو مالتنا الديهايد. فاذا هو شنو بس بكربون وحده؟ فهو اذا اسمه ميثانال ميثانال. ضفنا المقطع ال على اعتبار هو الديهايد، ايضا بالنسبه لهذا المركب يكون هو ايضا ميثانال. اعطينا بعد مثال اخر. شوف فرضا انا عندي هاي حلقه سايكلو، هاي حلقه وهنا انا عندي اصره مزدوجه، ولما اجي اضيف انا الاوزون العفو من هنا اجي اضيف انا اوزون، هذا الاوزون قلت لك عامل مؤكسد جدا قوي، فراح يفلش هذن الاواصر اثنيناتهم يفلشن، فبالتالي ايش راح تصير الحلقه بهذا الشكل؟ باعش شلون راح تصير الحلقه؟ هاي الصوره راح تصير. بهاي الصوره بالضبط والتمام، فشوف هنا من الاو وحده راح ترتبط، وهنا ايضا وحده من الاو راح ترتبط، فشوف فلش الاواصر اثنيناتهم. فلشه، فبالتالي يتكون عندي انا يا اما كيتون يا اما الديهايد حسب المركب الموجود عندك. مثال اخر، مثال اخر على ذلك. فرضا انا عندي هاي السلسله، ولو انتم صعب عليكم خلينا نجي ناخذ. فرضا هاي السلسله مالتي، وهنا انا عندي انا عصره مزدوجه، عصره مزدوجه، وهنا انا عندي فرع متصل، فرع برانش فرع. فلما اجي انا اضيف الاوزون، هنا انا اضيف الاوزون مالتنا، هذا الاوزون ايش راح يسوي عندي؟ قلت لك راح يفلش هذن الاواصر اثنينات، راح يفلش، ايش راح يتكون عندك المركب مالتك؟ راح يتكون بهاي الصوره. سي دبل بوند او، وهنا هذا التفرع مالتنا نزل، زائد هذا المركب هنا او، هذا اللي تكون عندنا، لما انكسر عندي هذا. في اضافة الاوزون ايش راح يسوي؟ يكسر لي الاواصر اثنيناتهن وينتج لي مجموعات كربونيل، يا اما الديهايد يا اما كيتون. خلينا نجي ناخذ الميكانيزم مال هذا التفاعل. شوف راح نضيف احنا شني؟ راح نضيف اوزون، فهذا الاوزون ايش راح يسوي؟ راح يكسر لي هاي الاواصر اثنيناتها، فوحده من الاو راح تجي لهنا ووحده من الاو راح تجي لهنا. شوف صار عندي سي اتش 3 هاي سي اتش 3 والسي اتش وارتبطت بها الاو. هذا هنا عندي بس سي اتش 2، شوف بس سي اتش، هاي سي اتش 2 هاي اتش منها اتش، يعني معناها سي اتش 2 وارتبطت بها الاو، فينتج لي مركبات جديده، راح يكسر لي بوجود الزنك وايضا الماء. ميكانيزم جدا بسيط. هسه شباب احنا اخذنا التفاعلات مال الالكين، يعني الالكين لما يتفاعل مع ماده اخرى، يعني يتفاعل مع هيدروجين او يتفاعل مع الاتش اكس اللي هو هاليد الالكين، او يتفاعل مع الهالوجينات اللي هي الاكس يتفاعل وياهن. هسه راح نجي ناخذ البريبريشن اوف الكين، راح ناخذ عمليات نقدر نحضر منها الكين، يعني عندنا تفاعلات نقدر نحضر من عندها الكين، يا هي هاي التفاعلات.
راح ناخذهم واحد واحد. راح ناخذ اول واحد اقدر انا اصنع الكين منين، اقدر اصنع الكين او احضر الكين منين، اقدر احضره من الالكينز الالكاين، اقدر احضره من الالكاين. شلون احضره من الالكاين؟ بواسطه سحب، بواسطه فقدان العفو بواسطه اضافه H2 او مو شرط H2 او اضافه HX او اضافه X2 هالوجينات والى اخره. هسه راح ناخذ الميكانيزم مال باوي. شنو وعدنا؟ احنا راح نحضر الكين منين؟ نشوف هاي عندنا الكاينز، الكاينز لما اجي اضيف له، يا اما اضيف له هيدروجين يا اما اضيف له هالوجين X2 يا اما اضيف له مثلا HX، اي واحد. لما اجي اضيفه ايش راح يتكون عندي؟ الكين. تدرون ليش يتكون عندك الكين؟ راح يتكون عندك الكين لان اصلا انت ايش راح تسوي؟ راح تضيف. فاذا تضيف انت ايش راح تسوي؟ راح تكسر آصرة من الالكين. والالكين كم آصرة بي؟ 3 اواصر. هاي تربل بوند. الالكينات الالكاينات العفو مالتنا الالكاينات تحتوي على تربل بوند، آصرة ثلاثية. فبالتالي اذا انت تضيف راح تكسر آصرة واحدة، راح تكسر آصرة واحدة، وبالتالي تبقى عندك 2 اواصر. فبالتالي يتكون عندك، فبالتالي تكون عندك الكين على اعتبار 2 اواصر مخن. طينا مثال على ذلك. عندك فرضا سي اتش دبل بوند تربل بوند العفو لان هو الكاين، وهنا أنا ايضا سي اتش. ايش راح تضيف؟ راح تضيف فرضا H2. اضيف H2 ايش راح يتكون عندك؟ وحده من الاتش راح تجي لهنا، ووحده من الاتش راح تجي لهنا. بس لا تنسى راح تكسر لك آصرة، راح تكسر آصرة. فبالتالي ايش تكون عندك؟ CH2. فشوف تكون عندي الكان اللي هو الاثيلين. وضحت؟ فراح يتكون عندك الكان. اعطينا مثال اخر. فرضا عندك CH3C تربل بوند CH. ايش راح اضيف له؟ راح اضيف له فرضا انا راح اضيف له HX. ايش راح يتكون عندك؟ باوير. هنا أنا راح نتبع قاعدة ماركونيكوف بالإضافة. إحنا طبعاً راح نضيف لهذا الكربون، وراح نضيف أيضاً لهذا الكربون اللي هو كربون الآصرة المزدوج. هاي الاتش راح تجي لهنا على اعتبار يحمل اتش أكثر، بينما الاكس راح أجي أضيفه لهذا الكربون. فبالتالي تنكسر عندي وحدة من الأواصر، هاي الآصر راح تنكسر، فيبقى عندك أواصر 2. فصار المركب مالتك CH3C وهنا شوي ثواني، هنا أنا سي. شنو ارتبط بيه؟ ارتبطت بيه مجموعة الاكس اللي هي الاكس قد تكون بروم قد تكون كلور والى اخره. وهنا أنا عندك CH2 وهنا أنا آصرة مزدوجة. ليش؟ لان هي تربل بوند 3 اواصر، واحدة انكسرت بقن 2. فبالتالي تكون عندك مركب اللي هو الالكين. خلينا نجي ناخذ مثال على اضافة الاكس 2. فرضا عندك CH3C تربل بوند كربون CH3. راح اضيف له انت؟ راح اضيف له بروم PR2 اللي هو الاكس اللي هو اضافة هالوجين. ايش راح يتكون عندك المركب؟ ايش راح يتكون عندك؟ باع وياي. احنا راح نضيف هذا البروم المن، راح نضيفه فقط الى كربون دبل بوند التربل بوند الى الهاي. فبالتالي اذا تريد تضيف ايش راح تسوي؟ راح تكسر الآصرة. قلت لك انا شباب كملاحظه لازم تحفظونها، بالاضافه نكسر آصرة، اما اذا نسحب لا نضيف آصرة. فاحنا انا راح نضيف فلازم نكسر آصرة. فشوف واحد من البروم راح يجي لهنا، وواحد من البروم راح يجي لهنا. فبالتالي راح يكون عندك مركب CH3C وهنا ارتبط عندنا البروم، وهنا السي هنا طبعا دبل بوند لان هو تربل بوند كسرت وحده ظلت 2، وهنا بروم
وهنا سي اتش 3. هذا التفاعل بكل بساطه. يعني هسه احنا ايش راح نسوي؟ نقدر نحضر الكين منين؟ من الالكاين. بواسطه من؟ بواسطه اضافه، يا اما اتش 2 يا اما اتش اكس يا اما اما الهالوجينات، اي واحد من عتن عاد. لان احنا راح نكسر اصره وحده، فبالتالي يصير عندي اصره مزدوجه، هو هذا تكون عندي الالكين. خلنا ناخذ التفاعل، هذا التفاعل يقول نقدر ان نشكل الالكينات منين؟ من الالكاين. شلون؟ يقول هذا الالكين مالتنا، هو طبعا انا كاتب لك هذا كله ساري ذي نانا كونونس كاتاليست الكين كان اولسو بي الكين سوديوم ان. المهم شباب، هذا التفاعل مالتنا ايش راح نضيف له؟ فرضا راح نضيف له اتش 2، راح اضيف له اتش 2، فوحده من الاتش راح تجي لهنا ووحده من الاتش راح تجي لهنا. فشوف صار عندي المركب هنا سي اتش، هنا سي اتش، فشني انكسرت عندي وحده من الاواصر، انكسرت هاي الاصره، فبقعت عندي شني اصره مزدوجه، تكون عندي الكين مقطع. نشوف الكين تكون عندي هذا، راح اضيف له اتش 2، فوحده من الاتش وين راح تجي؟ راح تجي لهاي. ليش؟ لان هاي تحمل اتش اكثر حسب قاعده ماركونيكوف، بينما هاي الاتش هو حتى لو مو قاعده ماركونيكوف، لان هو اصلا عندي اتش 2 يعني، وانا راح اضيف اول وتالي مو اتش اكس. فشوف هنا وحده الاتش راح تجي، وهنا ايضا اتش راح تجي، فصار سي اتش سي اتش 2، وانكسرت اصره فتكون عندي الكين ايضا بالنسبه لهذا التفاعل. طبعا بوجود عوامل مساعده يتم التفاعل. خلينا نجي، يقول نقدر نكون الكين منين؟ من هاليد الكين. شلون؟ خلينا نجي، تعال وياي. كلمه هاليد الكيد، شنو هاليد الالكيد؟ باع وياك الهاليد مال الالكيد مالتنا، هاليد الالكيد الار اكس، الار اكس هاليد الكيد ار اكس، هذا هاليد الالكيد. اقدر اكون من هذا الار اكس هاليد الالكيد، شو اقدر اكون؟ اقدر اكون الكيد الكين. شلون اقدر اكون الكين؟ بواسطة سحب اتش اكس. نسحب اتش اكس من هذا المركب، طبعا بوجود الكي او اتش، الكي او اتش هذا الكي او اتش يكتبون يمه باي صيغة ال سي، يعني شنو؟ الكحول. شوف هذا الكي او اتش عندنا بيه نوعين، كي او اتش المائي وكي او اتش الكحولي. بالتفاعلات مال تشكيل الالكين احنا راح نستخدم الكي او اتش اللي يكون الكحول، الكحولي. تمام، ار اكس، اعطيني مثال على الار اكس. ار اكس فرضا عندي سي اتش 3، هنا سي اتش، هنا عندي بروم. هذا شوف انا قلت لك من الساعه اذا اضفت موجب هنا موجب معناه راح اضيف، بس لما اضيف سالب معناه انا راح اسحب اتش اكس، راح اسحب اتش اكس بوجود عامل مساعد قلت لك هو الكي او اتش الكحولي. ايش راح يصير عندي انا؟ راح اسحب اتش واكس. شوف هاي ذره الكربون بما انها تحتوي على الاكس، هذا الاكس، فراح اسحب من عتها هذا، سحبته تمام، سحبت البي ار، وهاي ذرة الكربون ايش راح اسحب منها؟ الاتش، راح اسحب اتش وحده، فراح يصير عندي شني؟ اتش بي ار. تمام، فشنو صار عندي؟ انا صار عندي سي اتش 2، سي اتش 2، وهنا انا شنو عندي؟ ايضا سي اتش 2، ولكن احنا قلنا بتفاعل، هنا انا عندي اصره، ولكن احنا قلنا اذا سحبنا، شوف اذا نضيف نكسر اصره، بس اذا نسحب لا نضيف اصره. تعرف ليش ضفت اصره؟ لان هنا الكربون مالتنا شوف كم اتش يحتوي؟ ثلاثه، فاذا ثلاث اواصر، يحتوي على ثلاث اواصر ومرتبط بالكربون، هاي صار اربع اواصر تمام. بينما هنا من كنت قبل لاحظ هاي الاصره كان قد يحتوي على كم اصره؟ هنا اثنين اللي هو الهيدروجين اصرتين، وهاي الاصره الجوا ثلاث اواصر، فضفت الدبل بوند على اعتبار انه الهيدرو الكربون مالتنا هو رباع التكافؤ، يكون اربع اواصر تساهميه. فشوف
أو أنت شد شني احفظ هاي القاعدة، تقول عند الإضافة نكسر آصرة، عند السحب نضيف الآصرة، هيك احفظها بهاي البساطة. خلنا نأخذ مثال آخر، فرضا عندك سي سي اتش 3 سي اتش، هنا أنا مرتبط ب برو سي اتش 3، راح اسوي راح اجي اسحب اتش اكس، راح اجي اسحب اتش اكس ووجود العامل المساعد اللي هو قلنا المحلول كي او اتش واللي يكون الكحول. الكحول ايش راح يصير عندي؟ نفس الوضعية، بما ان هاي ذرة الكربون، هاي ذرة الكربون تحتوي على البي ار، فاجي اسحب من عدها هاي البي ار، اسحب من عدها هاي البي ار، فصار عندي سي اتش 3، نزلتها سي اتش 3 سي اتش سي اتش، خوش سحبت من عدها هاي البي ار، فشنو صار عندي؟ هاي الآصرة صارت فارغة، هاي الآصرة صارت فارغة، هسه عندي هنا آصرة فارغة، هاي السي اتش 3 راح اجي اسحب من عتل اتش، لان سحبت الاكس اللي هو البي ار، اجنب اجي اسحب اتش، اسحب اتش من هنا، سحبت اتش، فصار عندي هنا سي اتش 2 سي اتش 2، فهنا صارت عندي آصرة، من سحبت هنا صارت عندي آصرة هنا ايضا شاغرة، هذا عنده آصرة شاغرة وهذا آصرة شاغرة، راح تتكون عندي آصرة دبل بوند اللي هي هاي الآصرة، شوف دبل بوند، خلاص تكون عندي الكين. فإذا الطريقة الأولى لتكوين الالكين نفاعل الالكين مع من؟ فاعل الالكين مع هيدروجين أو هالوجين أو اتش اكس. الطريقة الثانية نقدر من الار اكس اللي هو هذا ار على اعتبار مجموعة ار اللي هو الهاليت، ومرتبطة بها اكس اللي هي الار اكس يسمونها هاي البي ار، فش راح نسوي؟ راح نسحب اتش اكس ويتكون عندي الالكين من خلال هاي التفاعل بوجود الكي او اتش الكحول. هذا التفاعل بكل بساطة، هذا التفاعل مالنا بكل بساطة. شوف يقول هذا التفاعل مالتنا، احنا ايش راح نضيف؟ راح نضيف العفو، راح نسحب اتش، راح نسحب اتش اكس، باعوا، راح اجي اسحب هاي الاتش واجي اسحب هاي الاكس، فبالتالي اذا سحبت صارت هاي الاصره فارغه وهاي الاصره فارغه، فتتكون هنا عندي اصره مزدوجه مثل هذا التفاعل بالضبط. خلصت. طبعا شنو هاي الالفا والبيتا؟ دائما ذره الكربون الاولى احنا نسميها، بدل ما نقول واحد نسميها الفا والثاني نسميها بيتا وهكذا يعني. ها وقلت لك الكي او اتش الكحول، شوف الكحول هو كاتب لك اياه، الكي او اتش الكحول هو بوجود يعني التسخين، يعني نسخن التفاعل مالك. الاكس قد تكون سي ال، قد تكون بروم، قد تكون يود اللي هي الهالوجينات. راح ناخذ الفروم فيزينال داي هاليت، راح ناخذ التفاعل هذا، خلينا نجي ناخذ هذا التفاعل مالك. شنو يقول هذا التفاعل مالتنا؟ هو له اسم ثاني يسمونه، هذا الاسم ماله دي هايدرو، دي هايدرو هالوجينيشن، دي هايدرو هالوجينيشن يعني شنو؟ كل كلمة شباب دي بمعنى سحب، بمعنى سحب يعني سالب، راح نسحب، شنو نسحب؟ هايدرو يعني هيدروجين، هالوجينيش يعني شنو؟ هالو يعني هاي هالوجين يعني اتش اكس، راح نسحب اتش اكس منين؟ منين؟ من الالكان، عندنا الكان راح نسحب منه اتش اكس، شوف هسه هذا الكان هنا مرتبطه عندي اتش، العفو 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 يسمونه هيدروجينيشن داي هاليد، العفو داي هاليد، هاي داي هاليد، راح نسحب راح نسحب راح نسحب راح نسحب اكس 2
راح نسحب ها داي هاليد، راح نسحب داي هاليد، راح نسحب داي هاليد. يعني شنو داي هاليد؟ داي هاليد، هاليد يعني هو اكس، هاليد هالوجي، داي يعني اثنين، يعني اكس 2 يعني مثل بي ار 2 سي ال 2 والى اخره. فشوف عندي اساس سي مرتبطه بسي، وهنا انا عندي اتش، هنا انا عندي اتش، هنا انا عندي بدال هاي الاتش هنا انا مرتبطه اكس، هنا انا اكس مثل من فرضا عندي بروم، هنا انا ايضا عندي بروم. فشوف شباب الالكان مالتنا لما نجي نسحب، اسحب اكس 2 يعني راح احذف اكس 2، يعني ايش راح اسوي؟ راح اجي اسحب هاي الاكس، اسحبها واجي اسحب ايضا هاي هاي الاكس البي ار. فايش راح يصير عندي؟ هاي اصره فارغه وهاي اصره فارغه، فايش راح يصير عندي المركب مالتي سي؟ هذا كم اتش يحتوي؟ 1 2، فراح يصير سي اتش 2. هاي الاصره سي اتش 2 ايضا، بما انه سحبت من هاي ذره الكربون وصارت عندها اصره فارغه وهاي اصره فارغه، فراح تتكون هنا اصره دبل بوند اللي هي هاي الاصره الدبل بوند، فتكون عندي الكين. هي هذا التفاعل اللي يقصد به. طبعا طبعا التفاعل مالتنا يتم بوجود زائد، العفو نسيت اكتب لكم اياه، زائد زد ان اللي هو غبار الزنك يسمونه، فراح يتكون عندي زد ان، زد ان وهاي البي ار، وسحبنا 2 بي ار، فراح يتكون عندي زد ان بي ار 2، زد ان بي ار 2 هذا التفاعل. اعطينا مثال اخر، اعطينا مثال اخر. فرضا عندك سي اتش، سي اتش 3 سي، هنا انا ارتبطت عندي سي ال، هنا انا اتش، وهنا انا عندي سي، هنا انا مرتبطه بيا اتش، هنا انا ايضا كلور، هنا انا اتش. تمام هسه هذا باعوا يعني. ايش راح تسوي انت؟ طبعا يتفاعل ويا الزنك، غبار الزنك راح يتكون عندي، راح اجي اسحب انا اكس 2، راح اجي اسحب هاي السي ال من هنا، واجي اسحب هاي السي ال من هنا. ايش راح يتكون المركب مالتي؟ ايش راح يتكون؟ سي اتش 3 تنزل، ما له علاقه بيه، سي عتها اتش، نزلت الاتش، هاي الاصره نزلتها، هاي السي نزلته، هنا انا عندي اتش 2، بس هنا أنا هنا أنا صارت اصره هاي فارغه، وهاي الاصره فارغه على اعتبار سحبت انا السي ال، سي ال 2 سحبته، فتكونت عندي هنا أنا اصره مزدوجه زائد زد ان سي ال 2 اللي هي سحبناها. انتهى التفاعل، انتهى التفاعل بكل بساطه. هذا التفاعل مالتنا. شوف عندي هذا المركب مالتني يحتوي على بي ار، وهذا سي اتش 2 ايضا بي ار. طبعا اجي امثل لك اياه بصيغه ثانيه مثل ما وضحت من ساعه، سي اتش 2 العفو سي اتش 3 سي اتش، هنا انا مرتبطه ب بي ار، هو نفس هذا المركب راح انزل لك اياه هنا، وهنا انا سي اتش 2 ومرتبطه ب هنا بي ار، راح يتفاعل ويا من ويا زد ان اللي هو غبار زنك يسمونه زنك دست، يعني غبار زنك، وبوجود هيتنج، وبوجود حراره، بوجود حراره راح يتكون عندي شني؟ باعوا وياي، راح اجي اسحب انا اكس 2 اللي هو البي ار 2، راح اجي اسحبه، فهذا راح ينسحب وهذا راح ينسحب، فتصير عندي هنا اصره مزدوجه اللي هي هاي الاصره اللي تكونت عندي هنا زائد زد ان بي ار 2. خلاص التفاعل بكل بساطة. راح ناخذ آخر شيء، وآخر شيء هذا آخر شيء عندنا بالمحاضرة مالتنا مال اليوم اللي هو الكحولات، يعني نقدر نكون الكين من الكحول. طبعوا يا شباب، لم احنا شنو قلنا الصيغه مالتنا؟ تتذكرون من الساعة لما اخذنا قلنا لما الالكين يتفاعل ويا الماء ايش راح يتكون عندي؟ كحول. هسه بالعكس، بالعكس يعني باع وياي، من الساعة شنو اخذنا؟ قلنا لما عندي الكين افاعله مع الماء
هاي من الساعة أخذناها من الساعة. ايش راح يتكون عندي؟ راح يتكون عندي ROH كحول. بينما إذا صارت العملية بالعكس، يعني إذا عندك أنت كحول بس هذا الكحول مالتني سويت أنت سحبت ماء، ما ضفت ماء، سحبت ماء ROH، سحبت الماء وبوجود العامل المساعد اللي هو قد يكون H2SO4 المركز، وبوجود حرارة، أو يكون عندنا H3PO4 عوامل مساعد. شباب احنا كحول ايش راح يتكون عندي؟ راح يتكون عندي الكين، وكأنما التفاعل صار بالعكس الكين. اعطينا مثال على هذا التفاعل، كحول باوية CH2، وهنا أنا عندي مرتبطة OH. شو راح يصير عندي أنا؟ راح أسحب راح أسحب جزيئة ماء HOH، وبوجود عامل مساعد ال H2SO4 المركز، وبوجود هيتينج. شو راح يصير عندي أنا شباب هنا؟ شو راح يصير عندي باع وياي؟ راح اسحب انا HOH، هاي الـ OH سحبتها، هاي الـ OH سحبتها من هاي ذرة الكربون، هاي صار عندي هنا OH خوش، وهنا انا راح اسحب هاي الـ H، راح اسحب H من هنا، فش راح يصير عندي H2O، راح تكون عندي جزيئة ماء زائد. هنا انا شنو بقى عندي؟ سحبت H صار عندي CH2، هاي الآصرة نزلت، هنا انا سحبت الـ OH فصار عندي هنا نزل الـ CH2. بس انت من سحبت من هنا صارت عندك هنا آصرة شاغرة، وهنا انت من سحبتها ايضا صارت عندك آصرة شاغرة، وبالتالي تكونت عندي الدبل بوند، فتكون عندي الالكين. هيا هذا التفاعل بكل بساطة، هذا التفاعل يقول الالكين يتفاعل، الالكين نقدر نكونه preparate، نقدر نحضره من الكحول، نقدر نحضره بالكحول بواسطة heating وبروتونيك أسيد بوجود حامض مثل من السلفريك أسيد، حامض ال H2SO4، وقلت لك بدرجات حرارة تكون 443، يعني درجات حرارة تكون عندنا، أو مرات نستخدم عامل مساعد ال H3PO4، بس احنا أكثر واحد نستخدم ال H2SO4 بالتفاعلات مالتنا. هذا التفاعل مالتنا، هذا إيثانول كحول، فراح اجي اسحب هاي الـ OH واجي اسحب من هنا H، ايش تكون عندي؟ OH، فبالتالي صارت عندي هنا آصرة فارغة وهنا آصرة فارغة، فتكونت عندي هنا الدبل بوند بوجود الحامض الـ H2SO4 يكون كونسنتريشن مالته مركز، وبوجود الهيتينج اللي هنا. أنا وانتهت المحاضرة، واتمنى يا رب تكون تستفادون، واي شيء تحتاجونه انا موجود ان شاء الله، بالتوفيق للجميع.